صباح الخير عليكم، في يوم سعيد. معاكم الشيف نهال، والنهارده هنعمل فطار لذيذ، شعريه باللبن والمكسرات. تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا ايه. معانا سمنه وشعريه وقشطه، ممكن تستخدموا قشطه بلدي او مبسطره الجاهزه، ومعانا سكر ولبن وفانيليا سايله ومكسرات. خلونا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب الحله بتاعتنا وننزل بمعلقتين تلاتة سمنة حلوين كده، عشان يا جماعة الشعرية بتشرب السمنة جدا، بتحتاج انها تتحمر تحميرة حلوة، ف يعني كتروا السمنة شوية. اول ما السمنة بتاعتنا تسخن هنبدأ ان احنا ننزل بالشعرية. هنحمر بقى الشعرية شوية لحد بس ما لونها يبقى جولد، مش عايزينها تغمق مننا قوي، عايزينها بس يا دوبك تاخد لون. نحاول دايما واحنا بنعمل اي حاجة يعني بتتحمر، بنحمر مثلا رز، بنحمر مكسرات، بنحمر اي حاجة على النار زي الشعرية كده، ان احنا من يعني ما نديهاش لون غامق قوي، لان تحمير الاكل بزيادة اولا بيفقدوا قيمته تماما، بيضيع كل الفوائد اللي فيه، وكمان يعني هو مش صحي علينا تماما، مش صحي خالص على صحتنا. يعني انا بصراحة من محبي الشعرية جدا، يعني بحبها جدا، اللي هي بتبقى اللي بالسكر بالذات، يعني اساسيه عندي في البيت، يعني فطار ماشي، عشا شغال، جوعنا في نص اليوم بناكل شعريه عادي. يعني نقلب بس كويس علشان ما يبقاش يعني جزء اتحمر مننا وجزء لا. طبعا الشعرية الأساسية الأصلية بتاعت أمهاتنا وجداتنا وكده، هما بيحمصوها وبيحطوا عليها مية وسكر بس، مش بيحطوا يعني بعد ما بتخرج في الطبق بيبقوا يحطوا عليها لبن للي عايز أو لأ. أنا بصراحة بحب أحط عليها لبن على طول، مش بحب إن أنا أسقيها الأول مية وبعد كده أحط لها اللبن. إحنا هنا هننزل بالفانيلا، وهنحط برضو السكر، حطوا بقى سكر على حسب انتوا عايزينه قد ايه، تحبوها مسكرة شوية عادي ممكن تزودوا، ممكن تدوقوا المية على فكرة او تدوقوا اللبن. يعني هنحط عواد الفانيلا، سوري القرفة، واللبن بتاعنا. نقلب بقى السكر كويس معاها كده، هي برضو يعني بحس ان هما في الدول العربية برا بيحبوا يحطوا لها نكهات اكتر من كده، في ناس بتحط حبهان وفي ناس بتحب تحط عليها قرنفل. انا بصراحة بكتفي بالقرفة، يعني انا بحب طعم القرفة في الحلويات قوي، فممكن تحطوا قرفة زي ما انا حطيت كده عود او قرفة عادية يعني باودر. و عايزين نقفل عليها بس شويه كده، نتاكد ان هي الشعريه بدات تتشرب اللبن وبدات تبقى المكونات كلها اندمجت مع بعض، وبعدين هنغطيها شويه صغيره جدا. ممكن برضو تستغنوا عن السكر وتحطوا لها مثلا عسل ابيض، في ناس بتعملها بعسل اسود، وفي مثلا ممكن ان احنا لو مش بتحبوا الحاجة مسكرة قوي او هتاكلوها الصبح مثلا فمش عايزين سكر كتير، فاحنا ممكن نحليها بالحاجات اللي بره، يعني نحط لها مثلا زبيب،
حاجة تبقى مسكرة من عليها أو فواكه مجففة أو كده، برضو بتبقى لذيذة قوي. هي كده بدأت تشرب اللبن أهي بتاعها، وهنبدأ بقى نغطي عليها ونسيبها تستوي شوية صغيرة. برضو لو عندكوا أطفال هيبقوا بيحبوا الشعرية جدا، علشان هي مسكرة وفي نفس الوقت شبيهة للمكرونة، وهي أصلا من أنواع المكرونة، فهم دايما بيحبوا الحاجات دي، يعني بيحبوا أي حاجة فيها شعرية، مكرونات كده، وكمان يا سلام لو فيها حبة سكر، يعني هيبقوا مبسوطين بيها قوي. نبص عليها بس كده، بصوا كده بقت حلوة ازاي، بقت كريمي جدا واستوت خالص، واللبن بتاعها لسه فيها، بس كده نقدر ان احنا نغرفها على طول. ريحتها تحفة يا جماعة، القرفة مع الفانيلا واللبن يعني خطيرة بصراحة. بتاعتنا نيجي بقى في الاخر، انا عن نفسي بحب ازود معلقه قشطه على الوش. عشان تخليها ريتش كده وكريمي اكتر، وبتكسر برضو السكر بتاعها شويه، القشطه بتبقى لذيذه. يعني ممكن في الصيف بقى تحطوا عليها ايس كريم مثلا، هتبقى في حته تانية خالص. حطوا بقى مكسرات اللي انتوا حابينها، ممكن نحط فستق، ممكن نحط سوداني، ممكن نحط اي حاجة احنا بنحبها. وبكده وصفة الشعرية بتاعتنا تكون خلصت. ما تقفلوش واستنونا علشان هنكتب لكم وصفة الغداء بتاعت النهاردة.